صباح الخير حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك، واذا انتم جداد تشتركوا فيه. معكم اللي مع اطيب كيكه الشوفان بالدراق، يلي مقاديره 200 غرام من الشوفان الناعم زائد 100 غرام من الشوفان الكامل، حبه كامله يعني 500 ملي من حليب ساخن، 4 بيض، رشة ملح، معلقة صغيرة من الفانيل، رشة قرنفل، 3/4 كوب من السكر ستيفيا، 10 معالق كبار يعني، 15 غرام من البيكنج بودر يعني 2 معلقة كبيرة، 2 إلى 3 دراق يعني نكتارين، توت بري مجفف، كوب زيت، وكمية من بذور اليقطين. والمقادير كلها مكتوبة على الشاشة. أول شيء بنحضر القالب، بنحط ورق زبدة من تحت، والورق كمان كله مندهنه بالزيت مثل ما شفتوا هيك، كله ندهنه. بعدين نخلط الشوفان الخشن والناعم مع بعض، بعدين الحليب نحطه بمحل ونسخنه منيح منيح، بعدين نحطه على الشوفان الحليب المغلي يعني، ونخليه 10 دقائق، نتركه على طرف 10 دقائق. بعدين نكسر البيض ونحط الفانيل عليه والسكر ستيفيا والقرفة ونخلطهم مع بعض بالضراب الكهربائي، بعدين نحط القرنفل، رشة الملح، وشوي من الحليب. أنا شفته كتير ناشف يعني استعملت 3 معالق من الحليب كمان. حطينا الزيت، شوي شوي نحط الزيت ونحرك، نحرك هيك لبين ما يخلص الكمية كلها. بعدين حطينا البيكنج بودر، 2 معالق بيكنج بودر، ونخلطهم منيح مع النواشف هاي يعني، حطيناه مع الشوفان، ونبلش ناخذ من الشوفان ونحطه مع السوائل، ناخذ شوي ونحطه ونخلطه هيك، ناخذه قسم ونخلطه، ناخذ قسم ونخلط هيك لبين ما يخلص الكمية كلها هيك. يخلص الكمية نرجع ناخذ نخلطه بالخلاط، وهيك لبين ما ينخلط كله مع بعض. بعدين بالباستولا كمان نرجع نعملهم، بعدين نحط بزر هاي الكمية اللي بدكم اياها. بعدين القالب جاهز اصلا، جهزناه اول شيء وننزله فيه بالقالب، ونجهز الدراق هيك، بس نقطعهم اول شيء طبعا نغسلهم وننشفهم، بعدين نبلش نقطعهم وهيك نصفهم هيك مثل ما شايفين هيك كلهم نصفهم، ونحط بزر بالنص. طبعا هي الزينة كل واحد حسب ما بده يعني، بس حطيت توت بري، ممكن كان تحطوها بالحشوة كمان يعني بالكيكة نفسها يعني، كمان ممكن كان تحطوها وندخلها الفرن على 180 بده 40 دقيقة، ونطالعة وهيك صارت وصفتنا جاهزة. ان شاء الله عجبتكم الوصفة، وصفة صحية بدون دقيق وبدون سكر، وصفة لذيذة جدا، وإن شاء الله تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت، وشكرا وإلى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.